طول عمرك عمر ما يسمع. هذه قصيدة طال عمرك اللي هيضني عليها أبيات سمعتها للشاعر والشيخ منيف بن عوضة آل مهدي القحطاني الله يمسي عليه بالخير وعلى المشاهدين. من ضمن قصيدته يقول: المراجل راس عايطة ومرقاها عسير، ها كم وكم من هو بغاها ولا يصلها، ها واحد ما ينطح المرق له عاده صغير، لا كبر تحرم عليها المراجل كلها. الله 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 الله. أقول العرب من جور الأيام لا حقهم صلف، والرجال رجال مهما تصير ظروفها. طيب أحد دون المراجل يحصل له ملف، والمراجل كان مطافته بيطوفها، والكفو لو كان يأخذ على الراتب سلف ما يسد من المواجيب يوم يشوفها. والكفو لو كان يأخذ على الراتب سلف ما يسد من المواجيب يوم يشوفها. نادر إن كان المراجل موالفته ولف، دائما يمناه تلقى العرب معروفها، كل ما شاف المسير يطلق ويحلف، وكل يوم ضيافته تمتلي بضيوفها. سلامة الجميع. الله 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 الله. من يقول ومن يسمع. يعز الله. يعني حتى المال، وقل المال ما سبحان الله ما هو بعذر قدام الواحد انه يقدم، لان الكريم معان. نعم نعم. الكريم معان والشجاع منجا. عطنا ثانية قبل ما نطلع المقطع. بتعبك يا ابو سالم.